بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الله الحنين، ربنا الحنين. وفي آيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس في المزامير عن حنو الله والله حنان. أنا فاكر مرة قلت لربنا: يا رب أنت بتقول لي يا ابني اعطيني قلبك، وأنا عايز أقول لك أيضا يا أبي اعطيني قلبك، اديني قلبك اللي مليان حنان ومليان حب ومليان عطف ومليان رقة عشان أعيش جوه هذا القلب. ربنا بيظهر حنوه حتى على الخطاة. في آية جميلة جدا ومعزية وبنقولها في الصلاة في آخر الطلبة، يقول عن الله: لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى. يعني أجرة الخطية هي موت، ولكن مهما أخطأ إنسان وتعرض للموت الله لا يشاء موت الخاطئ، بل يظل هو نفسه يسعى إلى الخاطئ. يعني مش بس الخاطئ يسعى إلى الله، الله يسعى إلى الخاطئ لكي يوصله إلى التوبة، حتى إن هذا الخاطئ لا يموت. لأن كما قيل أيضا في الكتاب المقدس إن الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. هو عايز كل الناس تخلص، ومش عايز واحد ابدا يهلك. بل قيل عنه ايضا في انجيل لوقا انه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، مش جاء يطلب ويخلص من قد أخطأ، جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، يحاول يشيله من الهلاك ويصنع معنه خير. ربنا عمل هذا مع الابن الضال اللي قال له اعطني نصيبي في الميراث، يعني عايز يورث أبوه وهو لسه عايش، وخد نصيبه برضه ومشي، ذهب إلى كورة بعيدة. ربنا استقبله وفرح لما رجع وألبسه الحلة الأولى وجعل خاتما في يده وذبح له العجل المسمن. دي طريقة ربنا في حنوة. في حنوة لا يعامل الخطاة كثيرا على خطاياهم. في المزمور وخصوصا مزمور 103، وده من أجمل المزامير، يتكلم عن ربنا في حنوه وعطفه ويقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا مثل ارتفاع السماء عن الأرض. قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. دي طريقة ربنا
في حنوه وعطفه، مهما غلط الإنسان يريد أن يجذبه إليه. على رأي واحد من الروحيين الكلمة جميلة أوي، قال: الله يريد أن يصطلح معك، فما هي شروطك؟ ما قالش ما شروط ربنا، شروطك أنت إيه عشان يصطلح معك ربنا؟ طبعا أول شرط لازم هو التوبة. ربنا أيضا لم يجرح مشاعر الخطاة، لم يجرح مشاعره. المرأة السامرية التي كان لها علاقة مع 5 رجال واللي موجود معها الآن ليس هو لها، لم يكلمها كلمة جارحة واحدة، بل كلمها عن الماء الحي وعن السجود لله بالروح والحق. بتاعت سجود دي ولا بتاعت ماء حي، لكن هو لا يحب أن يجرح مشاعره. دي طريقة ربنا الحنين الطيب العطوف اللي احنا بنعيش في حنانه ونتمتع به. زكى العشار أيضا، كان العشارين ناس خطاه جدا، وكانوا معروف كلمة عشار يعني رجل خاطئ بيجمع العشور بالظلم وبالقسوة يعني، وده كان رئيس العشارين زكى ده. ربنا استقبله ولم يجرح شعوره بكلمة واحدة، بل على العكس، قال: اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، لأنه ابن لإبراهيم أيضا. طيب ربنا جدا وحنين وما يجرحش شعور حد. توما شك فيه، لم يوبخه إطلاقا على شكه، قالوش أي كلمة، قال له: أنا هريحك، أنت عايز تضع إيدك محل المزامير، تعال اتفضل. إنكار بطرس في كل الكتاب المقدس بعد القيامة لم يجرح شعور بطرس أبدا، ما قالوش: أنت اللي قلت لا أعرف هذا الرجل وقعدت تسب وتلعن، قالوش كده أبدا. قال له: أتحبني يا بطرس أكثر من هؤلاء؟ قال له: بحبك. قال له: ارعى خرافي، ارعى غنم. لم يوبخه ولم يتعبه. دي طريقة ربنا الحنين. اللص اليمين لم يوبخه على شيء، قال له: اليوم تكون معي في الفردوس. الذين صلبوه من رقته قال: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، يعني أوجد لهم عذرا وهم من أسوأ الناس، أوجد لهم عذرا. وهكذا عامل الكل بنفس الرقة. أيضا من جهة المغفرة، نجد أن ربنا رقيق جدا ولطيف جدا في مغفرته. يقول على الخاطئ اللي رجع إليه أن خطاياه لا تحسب عليه، لا تحسب عليه،
وفي مزمور تاني يقول طوبى لمن غفرت خطيته وستر اسمه، طوبى لإنسان لا يحسب له الرب خطية، ما يحسبهاش. ده احنا كبشر، الواحد أخطأ حتى لو تاب ممكن نعايره بالماضي، مش انت اللي عملت وعملت وعملت. ربنا عمره ما يقول مش انت اللي عملت وعملت، بيقول الخطية لا تحسب عليها. بل ربنا يقول اكتر من كده، لا اعود اذكرها، لا اعود اذكرها. وبعدين يقول الخطية محيت، يمحى ذنبه، محيت يعني ما بقتش موجودة خالص. ولما تمحى يقول بيغسلها فتبيض أكثر من الثلج. ربنا ده حنين بصحيح.